مرت عمي بدنا نسوي له أكلة أشي معتبرة من تحت دياتي. بس مو هلا مالك شايف هلا إيدي مربطان؟ معناها مرت عمي ما حسبتي منيح، هذا زكي بيك ألمينو ما بيدخل محل إلا بتعمل الخيرات. لك فهمني بالمشرمحي شو يعني؟ سلامة فهمك يا مرت عمي، هذا زكي بيك ألمينو ما بتعرفي شو يعني لما بتعزمي على أكلة فتي ومقادم مرتبة وجنبه صحن نيفة بالبصل والبقدونس. يعني قولتك فيها منفعة؟ لكن وين منفع مرت عمي؟ مع هالفراطة اللي حوالينا زكي بيك عنده أفكار بتفلج وبيعرف منين تجي المرابح. لك بدي تطلعنا معه بشي فكرة؟ جبتها لا فرحان جبتها، وطول عمري بقول عنك سهيان يا فرحان. إيه بدا رح تعزمه؟ عزمته وخلاص، وبكرة الغداء وين بتحبي نعرفه مرت عمي؟ أم خالد تعالي شوف. نعم أم أحمد. ناوليني التليفون وكاش أبو رشاد على السريع. أنا فرحان ما بقدر أخبي. خذ حبيبي أوام دق لشوف. ألو مرحبا أبو رشاد، أنا فرحان عبد الكريم، احكي مع سيدي خيرات بلاليش. ألو مرحبا أبو رشاد، اسمعني هلا أجل لي قصة البضاعة. شو قصتك؟ شو صاير لك؟ بدك تسرسق لي أكلة تقشي على كيفك. قشي قشي. شلون ما عرفتها؟ لك قشي مقادم وسجاءات. لك شلون؟ ما بتعملوها؟ ليش بعدي؟ بدي راس نيفة كمان وسجوا أبواك. لك هلا صاروا زبون طلبة. ايه عندي عزيمة مهمة كتير كتير كتير. لك يوه أبو رشاد كل شي بحقه مفهوم طبعا. لبكرة ضيوفي كتير أكابر، مو من أفائدك. وينك؟ ما بدك توصاي مشان النظافة؟ خليك معي لحظة. عم يقول كم شخص بالعادة ألمينو بجيب حدا معه؟ أنا بتجيبني أنا لكن في غيري أنا. بس مرت عمي عملي حساب 15 شخص ولا أقول لك 25 شخص، خلي يزيد وما ينقص. يا أم أحمد أنا بساوية أنا أحق من الغريب. إيه أبو رشان يعني شي يكفي 25 شخص. إيه لا تنسى يوه طبعا مع المرأة مقبلات. بدي صفرة معتبرة أبو رشاد، شغل ملوك يعني. وعك تسود لي وشي أي ساعة الغداء؟ إيه تنتين يعني الأكل بده يكون عندي الساعة واحدة ونص، وبده يقعد على الصفرة يكون عم يغلي غلي. خلاص اتفقنا. وعك تنسى لي الفتة. لا لا من سقية بالبيت أحسن. ماشي مع السلامة. شلوني معك؟ ممتاز مرت عمي، بس أنا خايف يخاوز معي. شو يخاوز معي؟ حبيبي كل شي بتمنه. لا يكل لك فكرة، وينك والكلفة بالنص بيني وبينك. ماشي مرت عمي، 50-50. بدك شي مرت عمي؟ ما بدك تجي على الغداء؟ مرت عمي بعدين، بدي روح استكمل الترتيبات. الله يلا خاطرك مرت عمي، سلمي لي على السمر إذا شفتيها. أنا فرحان.